بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 39 من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر. في هذه الحلقة سأتحدث إن شاء الله تعالى عن حزبين مهمين، الحزب الأول حزب الشعب الجزائري، وحزب الآخر حزب الشيوعي الجزائري. أما الحزب الشعب الجزائري تنبع أهميته من كونه ينبض بنبض الشعب، أما الحزب الشيوعي الجزائري تنبع أهمية الحديث عنه لكشف فضائح هؤلاء الشيوعيين الكذبة الذين ما فتئوا يتظاهرون بشيء ويبيتون خلافه، وسأذكر هذا إن شاء الله تعالى. حزب الشعب الجزائري قام على أنقاض حزب نجم شمال إفريقيا المجيد، وكنت حدثتك عنه في حلقات سابقة أن فرنسا حلت هذا الحزب في سنة 1937، فصار هناك فراغ سياسي كما يقولون، فأنشأ مصاي الحاج حزب الشعب الجزائري سنة 1937 في باريس. هذا الحزب في الحقيقة نشأ للجزائر خاصة، لأن حزب نجم شمال إفريقيا المجيد وقبله نجم شمال إفريقيا نشأ لأجل المغرب العربي بكامله، أو شمال إفريقيا كما كان يسمى آنذاك. طيب، معه تونس ومعه المغرب الأقصى إذا كان يدعى مراكش. شعر أهل تونس وأهل المغرب بأن الجزائر قضيتها صعبة، فلا بد أن ينسحبوا عن هذا الحزب، وأن الجزائر قضيتها متشابكة، أما قضية تونس والمغرب فسهلة، مجرد حماية، لكن مشكلة الجزائر مشكلة وفرنسا تعد جزءا منها. فلم يرضى التونسيون المغاربة أن يندرجوا تحت هذا الحزب، الحزب نجم شمال أفريقيا. لذلك راعى مصالي ومن معه أن يكون هذا الحزب الجديد للجزائر فقط، ما يدخل معهم أحد غيرهم. وفعلا اجتمعوا في مارس سنة 1937 في فرنسا في اجتماع تأسيسي في باريس، واجتمع أكثر من 300 شخص، وانتخبوا أيضا مصالي الحاج الذي كان كما قلت لكم هو الأب الروحي الحقيقي للحركة الوطنية الإسلامية الجزائرية، وهو الأول من نادى بالاستقلال التام للجزائر، ونقل هذا النداء في مؤتمر بروكسل سنة 1927، ونقل هذا النداء في المؤتمر الإسلامي الذي أقيم في الجزائر سنة 1936، نقل هذا النداء في المؤتمر الإسلامي الأوروبي الذي كان فيه شكيب أرسلان ومجموعة، يعني أول من نادى في العالم باستقلال الجزائر التام عن فرنسا. فبذلك فعلا أب كبير للحركة الوطنية الجزائرية. سيأتي حديث عن مصالي بالمناسبة في الحلقات القادمة على شكل أوسع، لأهمية الحديث عنه، لأن فيه الحديث عنه تبيانا واضحا للفراق الذي حصل بين مسار الثورة الجزائرية والمسار الإسلامي الناصع، فاختل المسار حقيقة قليلا، ذلك سأذكر هذا فيما بعد. انتخب مصالي الحاج رئيسا، قرر بسرعة نقل نشاطه إلى الجزائر، فنقل هذا النشاط إلى الجزائر سنة 1937 في 18 يونيو، وبذلك أصبح حزب الشعب منظمة سياسية وقوية وقوية جدا، وحركة وطنية عرفت بالانتشار الواسع والتنظيم الدقيق في المدن الجزائرية كلها الأساسية يعني، واستفادت من مناضلي الحزب الماضي اللي هو نجم شمال إفريقيا وتجاربهم السياسية، وأصدروا عدة صحف لبث أفكارهم ونشر مبادئهم، منها صحيفة الأمة وصحيفة الشعب الذي كان يديرها الشاعر الجزائري والكبير مفدى زكريا، شاعر مفلق معتبر في الحقيقة ما شاء الله، شاعر مطبوع مفدى زكريا هذا. وهناك صحيفة عجيبة اسمها البرلمان الجزائري كانت تصدر من سجن الحراش، وكانت تطبع وتوزع في الخارج، وهذا عجيبة فعلا، يعني تصدر من سجن وتطبع وتوزع في الخارج، لكن يعني هذا يدل على عزم إخواننا في الجزائر جزاهم الله خيرا. وبالمناسبة يعني أظهر إخواننا في الجزائر عزما رائعا منذ أن وطئت فرنسا الجزائر سنة 1830 إلى خرج سنة 1962،
62، وهذا العزم يندر وجوده، وعزم رائع وجميل وجليل في الحقيقة لإخواننا هؤلاء. المهم يدل على أصالة في الشعب الجزائري وتعلق بالإسلام وتعلق بالهمة العالية والأعمال الجليلة. برنامجه ما يختلف عن برنامج نجم شمال إفريقيا، ما يختلف، ينادي بإنشاء حكومة جزائرية مستقلة، ينادي بعدم التبعية لفرنسا، إنشاء برلمان جزائري، احترام اللغة العربية والدين الإسلامي، إلغاء قانون الأهالي المخيف، وكنت حدثتكم عنه أندجينا أو أندجينس، إلغاء كل القوانين الاستثنائية، ضمان حرية التعليم وحرية الصحافة، هكذا. لكن كان له شعاره الخاص: لا تحرر، لا اندماج، لا انفصال، ولكن تحرر. لا اندماج طبعا أكيد، ولا انفصال تام 100%، لكن تحرر. هذا الشعار هو كان يريدون من هذا الشعار فقط مداراة فرنسا حتى يبقى الحزب ولا يلغى في فرنسا، وإلا فمن أسس مصالح الحاج؟ مصالح الحاج أعلن قبل هذا بعشر سنوات الاستقلال التام عن فرنسا، فلا يخفى أبدا مراد الحزب على الحقيقة، لكن كانوا مضطرين لذلك حتى ينتزعوا الاعتراف الفرنسي ويستمر الاعتراف الفرنسي بهم ولا يلغى وجودهم في الجزائر السياسي. تسعت قاعدته الشعبية، صار حزبا وطنيا يعبر عن مطالب الشعب السياسية حقيقة. فرنسا طبعا تراقب عن كثب عن طريق عملائها الخونة، وستحدث عن قطة العملاء هذه إن شاء الله في حلقة منفصلة لأهمية الحديث عنها، وأيضا عن طريق جواسيسها الآخرين من أوروبيين وغير أوروبيين. المهم تابعت نشاط الحزب بعين فاحصة ومدققة، ولم تتوانى في إصدار قرار حله في سنة 1939 يوم 26 سبتمبر، يعني مكث قرابة سنتين وثلاثة أشهر، قرابة سنتين وثلاثة أشهر هذا الحزب، وزجت بزعمائه بالسجن، وحكمت على مصائل الحاج بسجن طويل لأشغال شاقة، وهنا طبعا طويت صفحة هذا الحزب. هذا كلام في 1939 سبتمبر، لما قامت الحرب العالمية الثانية، وانتقل الجزائريون السياسيون هنا للعمل السري، العمل السري، ولم يخرجوا إلى العلن إلا عندما نزلت قوات الحلفاء إلى الجزائر سنة 1942، وهذا له حديث آخر يطول وسأتحدث عنه فيما بعد إن شاء الله تعالى. إذن هذا حزب الشعب الجزائري باختصار. وأنا بالمناسبة أيها الإخوة والأخوات، لا يغرنكم كثرة الحلقات، فأنا أوجز وأوجز كثيرا حتى أبقي عدد الحلقات في نطاق المعقول والمقبول، لأن استخرابا دام 132 سنة لا يمكن أن يوجز في 20-30-40-50 حلقة، ما يمكن، حتى لا نقفز فوق الحقائق، حتى لا نعطي حقائق منقوصة مبتورة مشوهة، لابد من وقت ووقت متسع ومتسع لنشر الحقائق، لأني أنا أريد ليس فقط القص وليس فقط تذكير الأجيال أو تعليم الأجيال التي لا تدري بما جرى، وهذا أمر في حد ذاته أمر مهم، لكن أريد أيضا، لا أريد هذا فقط، ولكن أريد أيضا أمر مهم جدا، وهو الاتعاظ والاعتبار بما كان يجري. فلذلك لا تتضايقوا من كثرة الحلقات، فأنا أرى أنها ضرورة ومهمة جدا، لكن في الوقت نفسه أنا أسرع وأوجز حتى كما قلت لكم أبقي عدد الحلقات في نطاق المعقول والمقبول. الحزب آخر مهم أن أتحدث عنه هو حزب الشعب، الحزب الشيوعي الجزائري. والشيوعية تقوم على مبدأ لا إله والكون مادة، وتقوم على إنكار الأديان وإنكار إله جل جلاله، وأن هذه الحياة الدنيا هي الحياة النهائية، وأن إذا مات الإنسان يتحول إلى تراب، ولا بعث ولا نشور ولا حياة آخرة. طبعا هذه المبادئ الباطلة الجاهلية التي هدمها الإسلام، وكان يطلق عليهم أو يسمون في الإسلام قديما بالدهريين، وما يهلكنا إلى الدهر، نموت ونحيا وما يهلكنا إلى الدهر، كما أخبر عنهم سبحانه وتعالى عن عقيدتهم يعني. لكن الأحزاب الشيوعية نشطت أو وجدت في العالم العربي والإسلامي بعد الثورة البلشفية الكبرى في 1917 في روسيا، ونشوء الاتحاد السوفيتي، والاتحاد السوفيتي دولة عقدية طبعا عقيدته الشيوعية، فنشر الشيوعية في العالم، ووجدت الشيوعية في كل مكان في العالم تقريبا،
إن لم تكن على شكل وجود شعبي جماهيري وجدت على شاهية أحزاب، ولو كانت جماهير تمقتها ولو كانت جماهير تردها، لكن وجدت بقوة الحكام المحليين وإرادة الحكام المحليين أو بالضغط على الحكام المحليين. المهم وجدت الأحزاب الشيوعية هذه في العالم العربي والإسلامي. الحزب الشيوعي الفرنسي أسس سنة 1920. الحزب الشيوعي الفرنسي كانت له أجندة مرتبطة بالاتحاد السوفيتي كما هو معلوم، لكن هذا الارتباط يعني ارتباط عجيب لأنهم أيضا تحت طوع فرنسا وتحت ارتباط بالاتحاد السوفيتي. فطبعا نحن نعلم أن الاتحاد السوفيتي مع فرنسا والغرب كان حلفا واحدا مقابل ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، لكن هذا هو الذي حصل. المهم الحزب الشيوعي الذي أسس الفرنسي أسس هو الحزب الشيوعي الجزائري سنة 1936. الحزب الشيوعي الجزائري ظل فرعا للحزب الشيوعي الفرنسي مدة طويلة من مطلع الثلاثينات، وفي هيكلته في نظامه ظل فرعا حتى قرر إنشاؤه رسميا منفصلا عن الحزب الشيوعي الفرنسي باسم الحزب الشيوعي الجزائري أثناء انعقاد المؤتمر الثامن للحزب الشيوعي الفرنسي بفرنسا من 22 إلى 25 جانفي يناير 1936 بحضور ممثلين شيوعيين جزائريين وعلى رأسهم عمار أوزغان. نسأل الله الهداية لهؤلاء. الحقيقة ماذا يريدون؟ إن كان يريدون حماسة في الإسلام أبو الحماسة، وإن كان يريدون همة في الإسلام فيه أعظم الهمم، وإن كان يريدون المبادئ الرائعة في الإسلام هو صاحب المبادئ الرائعة الجليلة، وإن كان ماذا يريد هؤلاء؟ لكن هداية بيد الله تبارك وتعالى. المؤتمر التأسيسي الأول للحزب الشيوعي الجزائر عقد في الجزائر العاصمة في نفق أرضي بحي باب الوادي في يوليو سنة 1936، وتشكل في غالبيته من الأوروبيين المقيمين في الجزائر. اسمعوا، مهم جدا أن نسمع هذا، تشكل من الأوروبيين المقيمين في الجزائر في غالبيته. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني أنه ليس له قبول في الساحة، أن جماهير تمقته ترده لا تريده. كيف تفعل بحزب مناهض للدين ومناهض لله تبارك وتعالى؟ أعوذ بالله. طبعا فطبعا إذا شكل من غالبيته شكل في غالبيته من الأوروبيين، هذا يعني أن مطالبه ستكون مستوحاة من واقع الأوروبيين المستوطنين في الجزائر، وهذا ما جرى. رغم أنه خاطب ودغدغ مشاعر العمال الجزائريين، لكن ظل مرفوضا من جمهرة الشعب الجزائري ولله الحمد. برنامجه ما كان ده برنامج سياسي واضح، إنما برنامجه كان صح التعبير برنامج اجتماعي، مما حدا ببعض الناس أن يقولون هذه منظمة نقابية ليست حزبا سياسيا، وهذا يعني أقرب في الواقع. فإن الشيوعيين أقرب إلى النقابات وإلى عمل نقابي من كونهم أحزابا. طيب اعتمد مطالب اجتماعية تحسين، مثل مطالب المساواة بين الجزائريين والفرنسيين ضمن الاتحاد الفرنسي، المطالب الجنسية المزدوجة جزائرية فرنسية، عد اللغتين العربية والفرنسية لغتين رسميتين، تشكيل برلمان مزدوج فرنسي جزائري. طبعا هذه المطالب في ذلك الزمان 1936 وما بعده لا يمكن أن تعد مطالب تعبر عن الوضع الجزائري آنذاك. ربما كانت مطالب تعبر عن الوضع الجزائري قبل 20 سنة من ذلك 1918-19-17، لكن ما تعبر عن وضع الجزائريين في سنة 1936 وما بعدها. كان وضع الجزائري آنذاك مهيئا للاستقلال التام لنزوح فرنسا عن الجزائر، إذن ما كان يعبر عن واقع جزائري آنذاك. هنا الفضيحة الكبيرة في قضية الحزب هذا، أن مساره السياسي ماذا كان يصنع؟ ظل الحزب الشيوعي الجزائري على صلة وثيقة بالحزب الشيوعي الفرنسي، هذا أولا، حتى بعد أن استقل بمؤسسة في الجزائر وأنشئت وانتزع اعتراف فرنسا، لكن مع ذلك ظل مرتبطا بالحزب الشيوعي الفرنسي. معنى هذا أنه ظل مرتبطا بالقضايا الشيوعية العالمية، إذا كان كذلك ظل مرتبطا بالقضايا الشيوعية العالمية والطروحات اليسارية العالمية، وابتعد أكثر فأكثر عن الاهتمام بالقضايا الجوهرية للشعب الجزائري. طبعا أثر عليه هذا الارتباط
تأثيرا قويا، وأصبح يأخذ بتوجيهات موريس توريز. موريس توريز هذا زعيم الشيوعيين الفرنسيين، موريس توري زعيم الشيوعيين الفرنسيين. وإذا كان أخذ بتوجيهاته معنى ذلك أنه لم يكن نعم حزبا وطنيا، إنما هو حزب خارجي غريب على جسم الجزائريين، متطفل عليهم. والعجيب أن بعد ذلك أن الشيوعيين يريدون زعامة في بلاد العربية والإسلامية. كيف تأتي الزعامة؟ لذلك وهو ملاحظ هنا نقطة مهمة جدا، اتجه الشيوعيون للانقلابات العسكرية. لماذا؟ لأن ما وجدوا قبولا لأفكار مطروحاتهم المقيتة البغيضة في أوساط الشعوب الإسلامية. ليس يدل على ذلك من محاولة انقلاب في السودان، نعلم على نظام جعفر النميري حاولوا انقلبوا على نظامه في 1970 أو 69 ربما، حاولوا أن طبعا عملوا انقلاب عبد الكريم قاسم في العراق سنة 1958، انقلاب دموي وشديد جدا، وأذاق العراقيين ويلات، وسحل الناس، سحبوا بالسيارات في الشوارع على وجوههم، وقتل كثير من العلماء وديست المصاحف، وكانت كارثة في العراق آنذاك. محاولات انقلابية كثيرة في البلاد العربية والإسلامية، عانت جاكرتا ما عانت في 1966 في انقلاب شيوعي، ولكن الله نجاهم. وهكذا إذن الشيوعية هذه عندما لا تجد من يتعاطف معها وطبيعة مبادئها لا تجد تعاطفا في البلاد العربية والإسلامية، تنقلب إلى العمل العسكري وتنقلب إلى العمل الدموي الذي يفرض بالقوة وجودها. وهذا طبعا ملمح واضح جدا في حياة الشيوعيين، بل أوضح من واضح في حياة الشيوعيين، وجدناه في بلدان كثيرة جدا هنالك في العالم العربي والإسلامي، بل في العالم الأوروبي أيضا. عندما لم يقبل بهم الأوروبيون قاموا بالانقلاب، ما في سنة 1964 فيما أذكر دخلت الدبابات الروسية إلى تشيكوسلوفاكيا وقمعت الثورة الشعبية بالقوة، فهؤلاء ليسوا مقبولين، ومع ذلك يدعون القبول في الشعوب. وإلا الحمد نحن نتحدث اليوم عن الحقبة الشيوعية، نتحدث عن حقبة هالكة مرت مضت إلى غير رجعة، وإلا الحمد هؤلاء الشيوعيون ما عاد لهم أي وزن في العالم العربي والإسلامي. بل غريب، بين الغريب أن عددا من هؤلاء غير جلده اليوم بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وهلاكي في أوائل التسعينات، غير هؤلاء جلودهم وانقلبوا من النقيض إلى النقيض، سبحان الله العظيم. يعني كانت مسيرتهم السياسية دائما تتحدث عن إمبريالية الأمريكية، عن الرأسمالية الغربية، عن إمبريالية الغرب وسيطرتهم وعنجهيتهم، سنوات طوال ظلوا يتحدثون عن هذا. فلما سقط الاتحاد السوفيتي ما وجدوا إلا أن يذهبوا في المسار الرأسمالي ويركبوا الموجة الرأسمالية الغربية، تلون مثل تلون الحرباء. وسبب ذلك أن كثير من هؤلاء الشيوعيين كانت تشيعهم كانت شيوعيتهم قائمة على المصالح، قائمة على المصالح لا على المبادئ. نعم إن كثير منهم كان يعتقد الاعتقاد الشيوعي، لكن أيضا كانت تحركه المصالح والمطامع والمال والمناصب والجاه والزعامة. لذلك هؤلاء يسهل تغييرهم، إنما صاحب المبدأ الذي يبقى على مبدأ مهما تغيرت الأحوال وتغيرت الأمور يبقى على مبدأ هؤلاء أهل الإسلام، أهل الإسلام العظام الذين يبقون على مبادئهم مهما تغيرت الأحوال والأمور. انظر الفضائح الآن، الحزب الشيوعي الجزائري وماذا صنع لما أخذ بتوجيهات موريس توري زعيم الشيوعيين الفرنسيين، لم يعد يتعاطف مع الجزائريين وأحوالهم ونكباتهم. مثال مجزرة مايو الشهيرة، أول مايو 8 مايو 1945، مجزرة هائلة سيأتي الحديث عنها إن شاء الله، قتل فيها قرابة 60,000 من إخواننا الجزائريين وأخواتنا الجزائريات ورجال ونساء وأطفال، كارثة كانت. ما تعاطف مع الحزب الشيوعي الجزائري، وهذه غريبة وعجيبة. بل أكثر من ذلك، ذهب إلى أن يعد الجزائريين فاشيين ونازيين، تصوروا مجرد أنهم أرادوا نيل حقوقهم. والأحداث مايو ما كان في أي شيء من الفاشية والنازية، سأتي عليها إن شاء الله تعالى، لكن هؤلاء فجر كذبة. وقف الحزب أيضا ضد الحركة الوطنية في أغلب المواقف، إذ رفض الانضمام إلى حركة أحباب البيان، وستأتي سنة 1944، واصل تنكره المطالب الشعب الجزائري حتى اندلعت الثورة التحريرية. كيف فعل في الثورة التحريرية؟ عدها عملية انتحارية، والدولة الجزائرية ما زالت في طور التكوين ولا تصلح يعني أن تقاوم فرنسا الآن. بماذا تفسرون يا الإخوة والأخوات هذه المواقف؟ أنا ما أستطيع أن أفسرها إلا بالعمالة الواضحة،
عمالة واضحة وكبيرة جدا لفرنسا. قومك يجاهدون، يعملون كل ما يستطيعون من أجل إخراج الفرنسيين من الجزائر. ثورة تحريرية انضم لها معظم قطاعات الشعب الجزائري والأكثرية كاثرة من الشعب الجزائري، يقفون موقف العداء منها ويصفون بأنها عملية انتحارية. ماذا يمكن أن يقال في حقهم إذن؟ عملاء، لا شك في كونهم عملاء، لا شك في كونهم خونة لشعوبهم بعد أن خانوا الله ورسوله وخانوا دينهم وانتقلوا إلى العقيدة الشيوعية الكفرية، خانوا شعوبهم. لأن هؤلاء ليسوا بأمناء، ليسوا بأمناء على الشعوب. ومصيبة الشعوب العربية والإسلامية أنه تولى فيها أو أنشئت فيها أحزاب، تولى رئاسة هذه الأحزاب أناس لا يمتون للشعوب بصلة، لا يريدون خير هذه الشعوب. هذا جرى في أكثر البلاد العربية والإسلامية، هذه المهزلة جرت أنه قامت فيها أحزاب وقام فيها أشخاص لا يمتون لمصالح الإسلامية والعربية بصلة، بل كان كثير من هؤلاء معاديا للمصالح العربية والإسلامية. هذا رأيناها في كثير جدا من الدول العربية والإسلامية، بل أزعم أنه جرى في أكثر الدول العربية والإسلامية، لم يسلم منه إلا دول قليلة في الجزيرة وخارج الجزيرة العربية أقل من قليل، بل أندر من النادر. لماذا؟ لأن السبب كله البعد عن الإسلام والضلال البعيد الذي كان فيه هؤلاء والتبعية للغرب. الغرب لا يريد بنا خيرا، حتى لو نادى بوجوب تطبيق الديمقراطية في العالم العربي والإسلامي ووجوب إعطاء الناس حقوقها، لا يريد بنا خيرا، إنما يهدف من ذلك كله إلى زعزعة الصف العربي والإسلامي وإلى تمكين ظلمة طغاة دكتاتوريون استبداديون من رقبة الشعوب العربية والإسلامية، حتى لا ينتفض ذلك المارد العملاق المسمى الإسلام والمسمى بالمسلمين. هم يعلمون أن هذا القرن الذي نحن فيه هو قرن الإسلام، ولله الحمد. هذا أمر اجتمعت عليه بشائر كثيرة جدا، وبشائر إسلامية وواضحة جدا، وتحدث فيه إسلاميون وغير إسلاميين، بل تحدث فيه غربيون كفار وشرقيون كفار، ينادون ويقولون بأن هذا القرن هو قرن الإسلام. لذلك كان لابد من إيقاف كل الحركات الوطنية والإسلامية الحقيقية، وأن يستبدل بها حركات عميلة ترفع أعلاما عميلة. وليس أدل على ذلك من حزب الشيوعي الجزائري، الذي طبعا نبت جسما غريبا، وجسم الغريب إذا أو العضو الغريب إذا دخل في الجسم سرعان ما يطرد وسرعان ما ينبذ. هذا الذي جرى على الحزب الشيوعي الجزائري وانتهى إلى غير رجعة ولله الحمد بعد ذلك. فإذا هذان حزبان ما أبعد البون بينهما، لكن اضطريت لجمعهما في حلقة واحدة من أجل الإيجاز كما قلت لكم، من أجل أن آتي بأكبر عدد ممكن من الأحداث في أقل عدد ممكن من الحلقات. الحزب الشيوعي الجزائري والحزب حزب الشعب الجزائري. الحزب الشيوعي الجزائري بعيد كل البعد عن ذلك وعن مسار الحزب الشيوعي الجزائري. وحزب الشعب الذي حل في 1939 سينتج عنه وعن حله نهاية فرنسا ولله الحمد في الجزائر. هذا الأمر الجليل الذي يعني بشرت الأجيال به آنذاك، أن حل حزب الشعب الجزائري نتج عنه حركات كثيرة، أحباب البيان، حزب الجيش، جبهة التحرير الوطني، حزب التحرير الوطني، حركة انتصار الديمقراطيات، المنظمة السرية، كل هذا سأتكلم عنه إن شاء الله تعالى بإيجاز في الحلقات القادمة. وأدى إلى قلع المستخرب الجزائري الفرنسي إلى غير رجعة من تراب الجزائر الطاهرة. وهذا أيضا يدلنا على أن الإنسان لا يأس أبدا ولا يقعد أبدا، بل يستمر في العمل، يستمر في النشاط. هذا مصائل الحاج رحمه الله، أسس نجم شمال إفريقيا حلة، أسس نجم شمال إفريقيا المجيد حلة، أسس حزب الشعب
حل، جلس في السجن مدة طويلة، خرج واشتغل بعد ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى، ومن معه من المجاهدين والمناضلين والعاملين ما قعدوا بعد كل هذه الفتن والمحن والابتلاءات، بل واصلوا المسيرة إلى أن تحقق الاستقلال التام، وإلى الحمد للجزائر بعد ذلك. هذه نبذة أيها الإخوة والأخوات يسيرة، وسأطل عليكم إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة، ونتجاذب أطراف الحديث عن قضايا مهمة تصل بنا إلى ثورة الفاتح من نوفمبر سنة 1954 بإذن الله. إلى اللقاء، والله أعلم وأحكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.